اهلا اهلا يا اصحاب، احنا جينا لكم بالالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ سيلا راحت السوبر ماركت وجابت حاجات حلوه كتيره. يلا بينا نبدا. سيل تطلع كل حاجه من الكرات دي ونشوف احنا جبنا ايه من السوبر ماركت. ايه ده؟ ايه ده يا سيل؟ ده اسمه ايه؟ اسمه مارشميلو. مارشميلو تيجي نفتحه ونشوفه فيه ايه جواه. يلا بينا نفتحه. يلا بقى نجيب المقص وافتحه بيه علشان نشوف ايه اللي جواه بقى وندوقه ويبقى طعمه ايه. هنا بقى يا سيلا، يلا بقى نجيب الطبق الكبير من ده ونفضيه فيه. يلا حطي الطبق الكبير ونفضيه عشان ندوقه ونشوف طعمه ايه المارشميلو ده يا اصحابي. بصي شكله من جوه ايه. استني يا سيلا، بصي يلا دوقي كده شوفي طعمه حلو ولا لا. واو طعمه حلو. طعمه ايه يا سيلا؟ حلو جدا. تديله لايك؟ نديله لايك، ده اللي بنزين بيه التورتات يا اصحابي، مارشميلو. يلا شوفي جبنا ايه تاني من السوبر ماركت. جيلي كولا. ده ايه؟ جيلي كولا. جيلي كولا. جيلي كولا حلو قوي. سيلا بتحبه جدا؟ بتحبي الجيلي كولا يا سيلا؟ تحبيه قوي؟ هناخد نحط في الطبق ده الجيلي كولا. يلا نجيب المقص الاول ونقصه ونفتحه وبعد كده نوريه لاصحابنا شكله ايه من جوه. دلوقتي احنا كده بقى فتحنا يا اصحابي كيس الجيلي كولا. فتحنا ايه يا سيلا؟ جيلي كولا. تيجي نشوفه بقى من جوه شكله ايه، نفضيه في الطبق ده ونشوف طعمه وشكله ايه. واو جيلي كولا دوت على شكل ازازه البيبسي كده، ازازه البيبسي. هتشربي بيبسي؟ دوقي يلا قولي لي طعمه حلو ولا لا. طعمه ايه؟ حلو. لايك 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 ليه؟ انا عايزه ادوق انا اخرى. خدي واحده كمان دوقيها. واو حبي الجيلي كولا. واو طعمها حلو جدا. يلا كلي بقى انت واحده كمان. واو بصوا على شكل ايه، بيبسي، ازازه بيبسي وطعمه زي البيبسي بالظبط، جيلي كولا ده صح؟ واو طعمه حلو جدا. تحبي الجيلي كولا؟ يلا شوفي معانا ايه تاني من الحلوى الحلوه اللي احنا جبناها النهارده. الحلقه بتاعتنا عن ايه؟ عن تيس. تيس اللي هي الايه؟ حلوى على شكل اسنان صح؟ صح. توس اسمها توسي. توسي سنان. اسنان يعني توسي. سنان سنة تيس اسنان توس. دي ايه؟ اسنان توس. شكلها حلو جدا. اسمه توسي. الحلوة دي اسمها توسي. اسمها توسي. ايه؟ حلوة قوي. تعالي ما نفتحها بالمقص ونشوف جواها شكله ايه. انا كده كده احنا فتحنا يا سيلا التوسي وهنشوف ايه جواه على شكل اسنان. بصي يا سيلا، بصي نفضيه هنا في الطبق كده، نفضيه قدام صحابنا عشان نوريه لهم. اسمها ايه؟ توسي. توسي حلوه جميله. استني ما اطلع لك واحده منها، هي لازقه في بعض بس شكلها حلو. شكلها هتاكلي اسنان. تاكلي اسنان. بصي اصحابي شكلها سنه ازاي. بصوا فيها اسنان كتير حلوه. اسمها ايه؟ توسي. حلوه قوي. ندوقها كده. يلا دوقي يا سيلا ونقول لايك ولا مش لايك. طعمها زي اللبان كده شويه صح. حلوه يا سيلا ولا لا؟ لايك لايك ليها عشان اصحابنا يجيبوها. حلو قوي. كلها على شكل ايه؟ اسنان. هي زي التوفي كده شويه، طعمها زي التوفي. طعمها زي ايه سيلا؟ توفي. حلوه جدا. واو شكلها يا اصحابي حلو ازاي؟ كانها اسنان بالظبط. حلوه طعمها حلو. تديها لايك ولا لا؟ لايك لايك. تمام. يلا نشوف معانا حلوه ايه تاني جبناها من السوبر ماركت. سيلا جابت من السوبر ماركت حلوه حلوه. واو جيلي كولا تاني، بس ده على شكل هو جيلي كده على شكل ايه؟ حيوانات تقريبا، على حيوانات. هنفتحه ونشوف ايه اللي جواه. تيجي نفتحه يا سيلا؟ نفتحه بالمقص.
طب هاتي طبق من هناك، هاتي طبق كبير، هاتي واحد من الكبير، وهنفتحه دلوقتي بالمقص ونشوف ايه، ونشوف ايه بقى الاشكال بتاعت الحيوانات اللي جوه والاشكال عبارة عن ايه. ماشي، يلا نودي ده هنا كده شوية وده جنبه شوية، الجيلي كولا الحلو ده وده هنا، ونيجي بدوت ونشوف الجيلي هنا دوت شكله ايه. الحقي واو، بس الشكل حلو جدا يا سيلا. اول شكل، شكل ايه؟ شكل سلحفة. سلحفة دي ناكلها دي ولا هي؟ دي شكلها حلو قوي، الواحد مش عايز ياكلها. تعالي نشوف الشكل تاني. كلها اشكال روعة. بصي ايه دي؟ طيارة. دي طيارة، طيارة. ووو. واو حلو جدا. انسان آلي، انسان آلي. بصي يا اصحابي حلو قوي يا سيلا. وده ايه ده؟ مش عارفة، ده زي دب كده. زي دب. معاه كاميرا، مصور. حلو قوي. تعالي تعالي انا هوريكي حاجة تخوفك جدا. اوه ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان. اوعي يا سيلا هاتلك. انا بحب الثعبان. انت بتحبيه؟ ما تخافيش منه. ده ثعبان يا اصحابي. هو بس هو لعبة. نشوف معانا كمان ايه تاني في الجيلي ده. واو، دودة. دودة، دودة، دودة. شكلها حلو جدا. بحب الدودة. شكل الدودة روعة، والوان كتير، اصفر ازرق احمر، وليها عينين وبق. حلوة الدودة. صدقي ده الكيس الجيلي ده حلو، احلى حاجة فيهم يا سيدة. بس في تاني مصور تاني مع الكاميرا. وده ايه ده؟ ده 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 الحي ده. ايه؟ صور. دنياسور. ده ايه يا سيلا؟ صور. دنياسور لونه ازرق في احمر، حلو جدا. الجيلي ده روعة. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده مفتاح. ده ايه يا سيكا؟ سيلا يا حلوة، ده مفتاح. واو كمال. بصي اصحابي حلوة قوي. فراشة، فراشة لونها بينك في ايه؟ في ازرق وورق ابيض. حلوة قوي. هناكلها دي ولا ايه؟ الواحد مش عايز ياكل الحاجات الجميلة دي. وكمان معانا واو بغبغان يا سيل، حلو قوي. حلو جدا الفغفغان، شايفه شكله عامل ازاي؟ شكله حلو قوي قوي قوي. هو اسد. لا بغبغان. ده ايه؟ بغبغان. بغبغان حلو قوي. الجيلي اللي على شكل حيوانات دي نتعلم منه الحيوانات واشكالها. وده ايه برضو؟ دياسور تاني. بس الدياسور ده اللي هو بياكل الاعشاب مش المتوحش، صح؟ صح. واو حلو قوي قوي قوي. لونه ازرق في ايه؟ في احمر. اخر حاجه معانا. واو طياره برضو لونها اصفر. حلوه قوي. بس هي لعبه. ايوه طياره. لا ناكلها. يلا تحبي تدوقي بقى ايه من الحاجات دي كلها؟ اختاري اختاري اختاري. ده دي استني يا اصحابي نوريها. اختاري البغبغان. لا انت مش عايزه البغبغان؟ لا عايزه ايه؟ السلحفاه. دوقيها يلا شوفي طعمها حلو ولا لا. طعمها ايه؟ حلو. تعملي ايه عليها؟ لايك لايك لايك. حلوة قوي. يلا بقى بينا نشوف تاني في ايه. ايه ده؟ سوداني. سوداني ده السوداني اللي بيبقى عليه شوكولاتة، بتبقى حلوة قوي. سوداني بالشوكولاتة. سوداني بالشوكولاتة. تعالي نفتحه ونشوف جواه ايه. ما توقف. يلا يا سيلا نشوف ايه جواه. سوداني بالشوكولاتة. اكيد اصحابنا كلهم عارفينه. سوداني بالشوكولاتة. واو هنقيمه ونشوف. لو حلو هنقول له لايك، ولو مش حلو هنقول له ديسك لايك. يلا وريني. كمان حلو اصحابي اكيد كلهم بيحبوه. السوداني اللي عليه ايه؟ شوكولاتة. سيلا بتحبه فاجابت منه. يلا تاني شوفي معانا ايه هنا. ايه ده؟ الفواكه. هنعرف منها الفواكه. جيلي فواكه. هنعرف برضو في كذا فاكهة ولا في ايه، ولا مربعات فاكهة مش عارفة. انا الاول. هنقصها ونشوف شكلها ايه من جوه. ماشي يا سيلا؟ ماشي. يلا نفتحها بالمقص.
نشوف ايه اللي جوه. اللي شكلها احنا هنحط هنا جنب ده جنب الحيوانات الحلوه دي بتاعت الجيلي عشان بقى نشوف دي رسمه ايه ولا فيها ايه. لا هي هو جيلي متقطع على شكل ايه؟ على شكل طره زي اناناس. الوان بس الوان. اه ده اورنج اهو. عايز ادوقه؟ دوقي وقولي لي لايك او ديسك لايك. هو متقطع قطع كده فواكه حلو قوي. حلو طعم حلو جد. ده لون ليه هنا؟ ده لون اخضر، ده لون احمر، وكمان معانا لون اصفر من الجيلي الحلو ده برضو. ده شكلي كده فواكه مقطعه. لا استني بصي ده اناناس، ده شكله بصي شكل اناناس يا سيلة قوي. اه بصي اهي رسمه اناناسيه ولا فراوليه؟ دي فراوليه. دي يا سيلة فراوليه. تعالي ما نشوف تاني في ايه. دي قطع مقطعه برضو، قطع فاكهه مقطعه. هي اشكال بس احنا مش عارفين نحددها ايه. دي فراوله برضو اهي، فراوله حلوه جدا. واو دي جميله قوي. دي فراوله احمر ودي فراوله لونها موفي. هي متقطعه اشكال بس هي الاشكال مش باينه قوي هي شكل ايه. الغالبيه كلها فراوله. دي فراوله لونها ازرق حلو قوي برضو يا سيلة. طعمه حلو. تدي لايك؟ تدي ايه؟ لايك ولا ديسك لايك؟ ديسك لايك. ليه ما تقولش لايك في الاول؟ لايك. يلا شوفي معانا ايه تاني يا ترى يبقى معانا، ولا خلصنا؟ لا لسه. استني كده اشوف معاكي. واو سوداني بالشوكولاته تاني. سوداني بالشوكولاته. لا ده سوداني بالشوكولاته. نفتحه بقى ونشوف شكله زي التاني برضو ولا ده مختلف. الكيس زي الكيس بالظبط، الكيس مختلف لكنه ممكن يكون. دي بصي اصحابي دي شكل سوزونية لكن دي شكل كور. بصوا دي شكل كور. دوقي كده شيلة وانا هاخد واحدة وقولي لاصحابنا لايك ولا مش لايك. لا بس ده مختلف شوية. السوزوني بتاعه طعم مختلف. سوزوني ده حلو. هو ده مش محشي سوداني تقريبا، فستق. بص من جوه يا اصحابي. لا سوداني سوداني حلو قوي. هنفضيه مع ده يبقى سوداني. ودي كور كده برضو السوداني بس مكسر. في حلو قوي. في بين في حاجه تاني. في بين دي شوكولا. دي ايه؟ شيكي بان بيم بيم. شيكي بان. دي ايه يا سيلة؟ هشوف. استني بس ما نخلص دي الاول. هجيب نفتح دي الاول بعد كده نجيب. ماشي جيب البان. احنا ممكن نفضي برضو ده هنا عشان نحط في قلبه. ماشي يلا نفضي ده هناك مع مارشميلو ونحط في قلب ده. يلا بقى نفتح الشيكي بون ده يا سيلة بالمقص علشان نشوف شكله ايه. شيكي بان بيم بيم. انت بتحبي الشيكي بان قوي؟ الوانه كلها روعه يا اصحابي. واو الوانه ايه جميله جدا. بينك بصوا يا اصحابي، بينك اورنج اخضر كل دول في كل الالوان، جرين وبينك ويلو. الوان حلوه جدا. يلا سيلة دوقي قولي لي لايك ولا مش لايك. لايك. بتحبي الشيكي بان انتي بام بام صح؟ انا هاخد واحده ادوق انا كمان. طب يلا دوقي مش كمان كان شوف. بصوا يا اصحابي طعم اليلو الشيكي بان اليلو حلو قوي. ميدي ليمون كده مع طعم الشوكولاته اللي جوه تحفه. يلا نشوف ايه تاني في من جوه. لبان في جوه زي البان كده يعني. نفتح نوريه لاصحابنا يا سيدي. بصوا يا اصحابي في جوه مش شوكولاته، في زي توفي او لبان حلو قوي. عايزه يلا كمان. يلا بس الاول نشوف في ايه هنا، نشوف في تاني يا سيلة. اطلع انا عشان انت مش طايله. لبان لبان اللي بتحبه سيلة. سيلة لازم اول ما تروح السوبر ماركت تاخد ايه اول حاجه تختارها؟ هي اللبان. لبان شكل بتحبه قوي. مش اي حاجه تاني بتحب. اول حاجه بتحبها بتحبيها ايه سيلة؟ تجيبيها من البان.
يبان احنا هنطلع منه بس في ايدينا كده نوريه اصحابه. يبان حلو قوي. تاخدي واحده؟ كله واحده. انا واحده. واو كده اصحابنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا اللي عن الحلوى النهارده. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد قريب جدا. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك للقناه عشان نعمل لكم فيديوهات كتير من النوع ده. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي يا صحابي.